ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم الثلاث 8 نوفمبر تشرين الثاني 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 أكتوبر ل 2 نوفمبر، عندك نهاية في كل أحلامك. النهاردة حتى لو كنت مشغول بخيالك وتبني حصون كتيرة في السحاب، النهاردة هيبقى الوقت مناسب علشان تستيقظ وتشروع مرة تانية، شروع فعلي في كل المشروعات اللي عندك هتبتدي تظهر على أرض الواقع. حتى لو كانت خططك كلها فيها أساسيات قوية، أو حتى كانت ممكن ما تكونش تعرف تنفذها، إلا أنك هتواصل انغماسك في كل أحلامك اللي بتعتبر غير واقعية، واللي هتبقى بتفوتك فيها فرصة هائلة جدا هتبتدي تبدد فيها طاقتك القيمة أثناء ده. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الثانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر، عندك شجاعة واضحة جدا في يومك ده هتبتدي تظهر. هيبدو ان كل الاشخاص اللي حواليك اخيرا بدأت ينفذوا احلامهم. خليك الفترة دي عارف تتواصل معاهم بشكل نموذجي اكتر ويحتذى بيه، الا انك ممكن تلاقي الوقت انك تتنفس شوية علشان تتخلص من كل التوتر في وقت فراغك. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التالتة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر، هتحقق كل اهدافك النهاردة في كل الخطط اللي انت كنت بتوضعها من فترة طويلة اللي اوشكت كلها انها تتحقق. ما تتبطئش بس في الفترة دي، حتى لو كان عندك كتير من الشكوك هتبتدي تحصل على المساعدة اللي انت مستني انك تحصل عليها. النهاردة هتستجيب لكل ده بانفتاح كبير للنقد اللي بيعتبر بناء عندك، الهدف الوحيد منه هو مساعدتك. فما تنساش انك تشتغل بشكل كويس علشان تعرف توصل لجسمك خلال الفترات العصيبة دي. حاول تهتم بنظامك الغذائي، هتحقق توازن واضح من خلال ممارستك للرياضة، بس حاول انك تتحمل كل انواع التوتر اللي هتواجهه بشكل كبير. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيحصل خسوف كلي للقمر في برج السور، وبنبقى بنهتم بشكل عاجل بالعالم المادي اللي عندنا واحتياجاتنا ورغباتنا الحسية في الوقت ده. ممكن يكون لازم نراقب كل عنادنا بين المصالح الذاتية والصحية والضرورية في الفترة دي. الخسوف النهاردة هو الخامس في مجموعته على طول محور برج السور وبرج العقرب اللي بيستمر لحد اكتوبر 23. هيبقى في مطالبة تانية او دفاع تاني في القصة دي مستمر علشان تحسن مجالات حياتنا اللي بيحكمها البرجين دول. هتتضخم كل مشاعرنا بشكل واضح، هيبقى في مشاعر حكمة، في مشاعر قبل ما ناخد اي قرار، تريث شوية هتتقابل قدامنا في كل الاقمار الكاملة دي، اشارتها معاكسة مع دايرة الابراج مع بعضهم. النهاردة هيبقى في موازنة للطاقة المتعارضة دي. التناقض بين السور والترابي والعملي والعقرب العاطفي هيبقى تحويلي اكتر، موجه اكتر نحو كل الالتزامات. القمر النهاردة عاطفي مبدع جدا في امكانيات خبرات تعلم ممتازة هتحتل من خلالها مسائل عائلية واضحة جدا،